كل سنه دوله. فنتمنى بالفعل في السنين القادمه، واحنا بنشوف المشاكل كتير يا جماعه، بنشوف اللي بيحصل في بلادنا، والله يمكن مشكله المخدرات والشابو والايس واللي 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 اللي بتحصل. وعلى فكره الحاجات دي انتشرت للاسف بشكل كبير، وبالذات في صعيد مصر، يعني منهم لله التجار الجشعين المتآمرين اللي بيجيبوا لنا الحاجات دي من بره ويعملوها تحت بير السلم، ويدي العيل الشاب والعيل يفقد عقله ويعمل اي حاجه. وشفت الجرائم التي ارتكبت بقتل الاهل وبقتل الناس. ان شاء الله هنبتدي حمله جديده، البرنامج ده بدأ حمله قبل كده ضد المخدرات بالتعاون مع الاداره العامه للمخدرات، وبالتعاون الحقيقه مع وزاره التضامن وصندوق مكافحه الادمان الدكتور عمرو عثمان والسيده الوزيره، ورحنا مركز العزيمه في اكثر من محافظه. هنبدا الحمله دي، وهيكون معانا يمكن الاسبوع الجاي دكتور نبيل عبد المقصود، وهو واحد من ابرز الاطباء في هذا المجال، عشان نتكلم ونشوف الدنيا مشيت فين. ومطلوب حشد، ومطلوب القوه كلها تحط ايدها في ايد بعض. دول ولادنا، دول ولادنا بيتخطفوا منينا من غير ما تعرف، وانت قاعد في بيتك تفاجئ ان ابنك ضاع، تفاجئ انه حصل كذا، تفاجئ انه حصل كذا. حليني بقى عشان تعالجه، ولا حليني عشان تدور، ولا حليني عشان كذا، ولا حليني عشان كذا. ابناء السوق في كل مكان، العيل بيطلع بالبيت انت ما بتعرفش عنه حاجه، بيجي لك وتفضل الظاهره مكتومه لغايه ما تفاجئ بالكارثه. ده بيحصل بشكل كبير جدا في مناطق راقيه، وفي مناطق ريفيه، مناطق في الصعيد، ومناطق في بحري، وبينتج عندها سلوك فظيع جدا. فاحنا محتاجين الحقيقه في الفتره الجايه في البلد جهد جماعي في كل المجالات الاقتصاديه والسياسيه والصحيه والامنيه. الشعب ده شعب عظيم، ده انت 109 مليون او 106 مليون، ده انت تقدر تكسر الدنيا، ده انت تقدر توظف التنميه البشريه دي لما هو خير لهذا البلد. نحول المحنه الى منحه زي ما بيقولوا. ما هو دي الصين، كيف تحولت الصين؟ نقرا التجربه الصينيه ونشوف الصين سنه 78 كانت ايه ودلوقتي بقت ايه. محتاجين نقضي على الروتين وعلى جمهوريه صغار الموظفين اللي بيعرقلوا كل حاجه. يا راجل تصدر تعليمات من رئيس الجمهوريه على ما توصل تحت، كل واحد بدماغه. الراجل نفسه البلد تبقى قد الدنيا كلها، انما تحت وابناء الذين لا يتوقفون عن الفساد والافساد وغيره وغيره وغيره، بيفرملوا، بيطفشتك المستثمر، بيسرقك، بينهبك، بيشتغل لوحده، دولة لوحده داخل الدولة. احنا عايزين ثورة تطهير حقيقية في فترة سيادة الرئيس الجديدة. ست سنين دي لازم من اول ان احنا يعني نجني الثمار لتطهير كل المجالات، لمكافحة كل الفاسدين والفسدة، لمواجهة الفساد الإداري اللي مدمر الدنيا، مواجهة الروتين. يبقى في ناس موجودة، انما واحد مثلا وببص حاجات كده يا اخي ما تفهمهاش، واحد مثلا كان رئيس شركه مصر للتامين، شركه القبضه، فجاه بعد ما مشي راحوا جايبينه وحاطينه في 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 عضو مجلس اداره في تامينات الحياه تبع احد الاوتيلات دي. إيه احنا بنلف ورا بعض؟ ايه يا جماعه؟ ما نسمع كلام القياده السياسيه في هذا الامر. احنا بنحبط الناس. احنا مطلوب بالفعل تبقى فيه شفافيه في القرارات، ما يبقاش في ناس بتلعب من تحت. طب ما انت خدت واحد معين وحطيته في جهه معينه، وكنا بنصرخ ده الراجل ده اتعزل بسبب فساده، وحطيته في حته حساسه احدى الجهات الاستثماريه، وبعدين لما ارتكب مصيبه تانيه رحت ممشيه. طب ما انت من الاول عارف. فاللعب ده اللي بيحصل كفايه، الناس زهقانه، الناس تعبانة، عاوزين نساعد الراجل اللي أنقذ البلد دي واللي عايز يمضي بها إلى الأمام. الفسدة دول لازم يقعدوا على جنب، والناس الضايعة دي تقعد على جنب. احنا عايزين ننطلق، عايزين نفتح الباب للاستثمار، نفتح الباب للقطاع الخاص يشتغل، وده كلام أكد عليه السيد الرئيس أكثر من مرة، يجي القطاع الخاص ويشتغل في مجالات عديدة جدا، طالما إن ده بيشتغل لمصلحة الناس وبدون استغلال. الحاجات دي كلها في نفس وفي ذهن كل مواطن مصري. لكن دايما لما يبقى عندك الشخص القوي واجدت الاختيار،
هتقدر تعمل اللي ما اتعمل، هتقدر تعمل اللي ما اتعمل. والله انا بفتكر كلمه قالها اللي هو اشرف الداوودي محافظ قنا، قال ان اللي هو عادل لبيب لما كان محافظ قنا يعني اربك اي حد وراه، خلي اي محافظ جاي مش عارف يعمل حاجه. كلمه من محافظ حالي وهو موضع تقدير واحترام وراجل مجرد كده، لما يقول كلمه زي دي فهو يعترف بفضل محافظ. ليه بيقول الكلام ده؟ لان يعني الناس دي عملت شغل. احنا محتاجين رجاله بمعنى الكلمه تقف خلف القياده السياسيه وخلف الدوله المصريه وتبني وتواجه. ما لو كل واحد فينا اتاثر بكلمتين اتقالوا ولا مش عارف تراجع ايه ولا لا، حلف الفساد له جذوره وبيسيطر وبيهيمن. حلف المتآمرين موجود يا جماعه، حلف المتآمرين ادخلوا على السوشيال ميديا، كل حاجه تعملها الدوله دي 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 كلام فاضي، كل حاجه يتقال تصريح معين شكك في التصريح. البلد دي مستهدفه ولازم تعرفوا ان البلد دي مستهدفه. وسط كل اللي بيحصل من تقلبات ومن اضطرابات في العالم العربي والعالم الخارجي تبقى مصر ساحه الامن والامان.